فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي ساعتنا الثانيه، مازالوا يسخنوا فيكم برشا ضيوف، تابعونا من توا حتى الخمسه متاع العشيه. نبداو في استقبال اول ضيف في ساعتنا الثانيه اليوم، اللاعب محمد امين النفزي، اللي اليوم اعلن هلال الشابه اتفاقه معاه على الانضمام للفريق لمده زوز مواسم. للحديث على الانتقال هذا معنا امين بالتليفون. امين اهلا بيك. اهلا بيك سليم، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي اكسبريس افيل. شنو احوالك خويا؟ لاباس والله صافا الحمد لله. تبحر في الشاب ولا مازلت؟ لا والله هو بحر هوني مزيان برشا، ما الحقيقه لونترينمون والتعب ما يخليش كان ترقد هكا وما عندك حتى حد. يا باهي يمين، احكي لنا كيفاش بدات الاتصالات. ظهر لي انت عمناول، ما عرفش ما كورتش شهر سيزون وما كورتش الجمله عمناول. صحيح، معناها بريسك توا عندي عام وثلاثة شهور معناها بالكوفيد وكل شيء، ما كنتش كومبيتيتيف. مديدة. الكوتش معناها أمور فنية خلتني نكون في هلال الشابة وثقة العبيد الباهين هوني والروح الخفيفة متاع العبيد خلتني معناها نخير عرض هلال الشابة. ما نعرفش علاش أمين حاس تويتيو بعضكم على الأخر، أنت من العبيد اللي كونتر المنظومة كيف كيف الهلال زاد. لا لا، احنا كونتر حتى واحد، أنا عندي خدمة نخدمها. اليوم نشكر مسؤولي هلال الشابة اللي عطاو فيا الثقة، خاطر مش سهل ومش بسيط معناها انك تكون معناها عام وثلاثة شهور ما تلعبش كورة، اليوم تلقى روحك في ايكيب منظمة في جروب مزيانة برشا، معناها دخل فيزا في الجروب نلقى عبيد باهين برشا، قد ما نقول باهين معناها شوية فيهم الحمد لله، نزيد مع أمور فنية مع الكوتش اللي هو مسيو بيرترون معناها اللي قال معناها جور هذا حاجتي بيه، اليوم مضينا العقد وإن شاء الله نعديو إن شاء الله سيزون باهية ونكونوا معناها من الأربعة الأولانيين إن شاء الله. ملاعب يعدي عام وثلاثة شهور ما يلعبش أمين، مو سهلة رجعة باش تكون. بيان سور مو سهلة، ديجا كي تخدم فيزيكمون تحس روحك ديما ناقص برشا معناها، أما إن شاء الله بالوقت بالثقة في روحي وكل شيء إن شاء الله بقدرة ربي نلقى روحي في الثنية إن شاء الله. الفريق مازال ما عرفوش حتى لتوا، صحيح التأس حكمة الهلال لكن ما نعرفش نحسوا مازال مش واضحة برشا الأمور، في انتظار الجامعة شنو باش تقول في الموضوع نتاع الهلال الشابة، ما تشوفش خذيت شوية ريسك؟ ما نعرفش فريق خاطر مستقبله مازال مش واضح 100%. شوف هذيا إسلام أمور إدارية هما اللي لاهين بال أي أما أمين أكيد حكيتوا فيه الموضوع ولا؟ انا والله ما حكينا فيه، والله اللي حكيت فيه جمله الموضوع، انا كي نلقى ناس باهين انا نمشي بقلبي اكثر من اللي نمشي معناها بمخي، معناها لقيت ناس باهين، ناس يحبوا الكوره يعشقوا الكوره، ناس بلغه اخرى ولاد باب الله معناها يعشقوا الكوره برشا وناس متربين برشا، وحتى كي تحكي معاهم تحس روحك مرتاح معناها، والامور الاداريه بقدره ربي معناها في الثنيه صحيحه ان شاء الله، هما يعرفوا معناها شنو اللي ناقص الشابه وشنو اللي ينجم يرجع الشابه، وما نظنش انا كيف تعمل ديريكريتمون معناها، ديجا شفت الجارديان عبد السلام الحلاوي، عبد السلام معناها وبعد برشا ريكريتمونات واحد ظهر لي ليكيب معناها الامور الاداريه نتصور 100% معناها ماشي في الطريق الصحيح ان شاء الله. ان شاء الله. شو الاهداف حطيتوها؟ الاهداف معناها كي تشوف تسمع الكوتش يحكي معانا وكل شيء ديما تلقى ليكيب معناها تحب تلعب الادوار المتقدمه، ما نقولش المانتيان خاطر المانتيان ما كان مش اوبجيكتيف جمله في الشابه هوني، نشوف كان الادوار المتقدمه، نشوف اللي يحبوا يعملوا مع الجروب المزيانه اللي عندهم يحبوا يعملوا كيب معناها باهيه برشا، وان شاء الله ان شاء الله نحن نخدموا على رواحنا وبقدره ربي ما يراو مني كان الخير ان شاء الله. في العاده الملاعبيه صح وعام، علاش اخترتوا عامين تصحح منك انت ومنهم هما؟ لا لا لا، انا قبلت العرض نتاع هلال الشاب ما ناقشتش فيه جمله. معناها الحقيقه معناها ما ناقشتش، قالوا عامين قلت اوكي ما عندي حتى مشكله، انا نخدم على روحي وكان فما حاجه مخير ربي سهل لي فيها وميم طون نخلي البصمه نتاعي في هلال الشاب حتى ماديا معناها نعاون ليكيب، معلش ليه يجيني يوفر، علاش ليه مازال تسنية طويله ومازال برشا خدمه وان شاء الله ان شاء الله ربي يجيبني في السويب ان شاء الله. كانوا فما ديزوفر اخرين؟ اي الحقيقه كانوا فما ديجا ديزوفر اخرين، مي الحقيقه هلال الشاب شوف كي حكيت مع المسؤولين وشفت العباد اللي هوني وشفت الجروب وبالمناسبه شفت الكابيتان اللي هو اشرف زويغي وحكيت مع اشرف وشفت ليزوبجيكتيف وحكيت مع الكوتش معناها اقتنعت 100% وعملت حاجه معناها اكثريتها من قلبي اكثر منها. منين مين ليزوفر؟ لا لا باهي من تونس ولا من الخارج؟ اي من تونس، لا من تونس الحقيقه من تونس، كان عندي دوزوفر اخرين
والحقيقه خيرت هلال الشاب معناها ومش ماديا معناها خلصت هلال الشاب لي زوفر الاخرين ينجموا يكونوا خير اما انا خيرت هلال الشاب لانه فريق يستحق كل الاحترام الحقيقه. نعطيك صحه امين بالتوفيق ان شاء الله نخلي لك كلمه للجمهور الشاب كان تحب. يعيشك ميرسي سلام. بالنسبه للشاب بالطبيعه باش تلقى ناس ينقدوك وناس يحبوك معناها ناس ماخذين عليك فكره خايبه وناس ماخذين عليك فكره باهيه هذا ما يقلقنيش انا خدمتي هذه وان شاء الله نوعدهم اللي انا باش نكون في المستوى واكثر ان شاء الله باللي صار لي معناها من عام ونص التالي معناها نتصور حسب ما نشوف انا باش نكون معناها على اودور وان شاء الله باش ننجح في هذا الشيء بقدرة ربي. يعطيك الصحة شكرا لك اكيد نتمنى لك النجاح محمد امين النفزي ونتمنى ايضا النجاح للهلال ان شاء الله عودة سريعة للرابطة الاولى موزيكا ثم مكملين في البلاي في ساعتنا الثانية.